طيب يعطيكم العافية، وفي لقائنا اليوم بدنا نستكمل الأشياء الأكثر أهمية، Design Controls and Criteria اللي بتهمنا في موضوع اختيار مسار الطريق، تصميم الطريق، وعمل كل ما يلزم مشان نخرج بالديزاين اوف ذا رود. حكينا المرة الماضية عن شيء كثير مهم وهو تحديد الكلاسيفيكيشن اوف ذا رود، وبالتحديد استنادا الى الفانكشنال كلاسيفيكيشن. اذا واحدة من الاشياء اللي كثير مهمة بنطلع على موضوع الكلاسيفيكيشن او الفانكشنال كلاسيفيكيشن اوف ذا رود، ثانيا بنتكلم عن الترافيك فوليوم. الترافيك فوليوم هو من اهم الاشياء. تفضل، مين بده يسال؟ عفوا، كان رؤى، تفضلي. دكتور صباح الخير. صباح الانوار، لين ممكن اقدم هسه لانه النت بيروح كل شوي. نسمح لك بشكل استثنائي انك تقدمي، تفضلي، مسموح لك تعملي شيرنج. انه عاده بحب اعطي زخم المحاضره من اول، لكن مرحبا بك، تفضلي، معك بس 3 دقائق يا رؤى. تمام، تفضلي. موضوعك كان ايش؟ كان بدي اعمل ستوب شيرنج من عندي، تفضلي، بامكانك تبدا شيرنج الان. ايربورتس كثير مهم، تعرفي ان مساق اختياري الان للبكالوريوس للايربورت ديزاين، بتفضلي. واضحة الشاشة، تفضلي على طول، يعني اعطينا شو عندك. شوي دكتور، بما انه عندنا عن المحاضرة الماضية كان سؤال، ما قدرت احضر. نعم. حطيت انا على كم مطار وإشي جديد. طيب تفضلي. الاول اللي هو مطار القدس الدولي اللي هو كان يستخدموه للطيران المدني حتى سكرته اسرائيل بال 2001. بعد تسكيره انتقلت الرحلات لمطار بن غوريون اللي كان اسمه مطار الليت. قبل ما تسيطر عليه اسرائيل بال 48 كان اكبر مطار واكثر من ازدحاما، استقبل تقريبا 7.5 مليون مسافر سنويا. المطار الثاني هو مطار فلسطين الدولي، مطار قيد الانشاء، لسه مش موجود على ارض الواقع. في خطط لحتى يعملوه، يثبتوه على مساحه 4 كيلو متر بقعه 10 كيلو جنوب شرق القدس و10 كيلو شمال أريحة. بال 2010 كانوا ماخذين كل الخطط لحتى ينفذوه، باقي الخطة من السلطة من إسرائيل إنه يكون على منطقة سي. نعم. هاي صورة له حسب المخطط. نعم. مطار غزة الدولي موجود محافظة رفح، بدور من سلطة الطيران المدني الفلسطيني وبرضه للقيادة الجنوبية الإسرائيلية. كان زمان يستوعب 700,000 مسافر سنويا وبيشتغل 24 ساعة، يمكن عبت اليوم واحد يوم عيد أو شيء زي هيك. وحتى دمرته إسرائيل، هو المطار الوحيد اللي كان شغال بالأراضي الفلسطينية. نعم. في عنا مطار إيلات بالجنوب ومطاران اثنين موجودات بتل أبيب وراش بينا في الشمال، بيقدموا خدمات للطيران اللي بيروح على أوروبا وبرضه رحلات داخلية. يعني تعتبر انت لما نحكي عن فلسطين دخلت على فلسطين التاريخيه كلياتها، يعني مشان تعطينا الصافي، مش هيك؟ كل فلسطين. ايوه احسنت، يلا ان شاء الله كله بيكون تمام التمام. ايوه، في من اكبر المطارات انت حاكي بالمحاضره اللي مركز شيكاغو او شيء زي هيك. انا شفت انه مطار هونغ كونغ الدولي من اكثر المطارات ازدحاما، بيستقبل تقريبا 74.5 مليون مسافر سنويا. شوفي، هو كان أوهيرا في شيكاغو كان هو الأكبر وزرته، وكان هونغ كونغ برضه من أكبرهم برضه زرته، ولكن الآن الأرقام بتجاوز 100 مليون. يعني في أتلانتا في جورجيا فعلا عرض زميلك مرماضي هو الأكثر، رقم كذا شوي قديم، بس تفضلي. يعني ماشي، ما فيش مشكلة، تفضلي. سلايد مش موجود، بدون سلايدات هلا بتحكي حكي. أوكي تمام. تمام. طب بشكرك وشكرا لك. يعني مرات المعلومات بدنا شوي ندقق عليها كيف نوجدها، ابديتد من وين ناخذها. مره ثانيه، مش كل شيء يكون ويكيبيديا او شيء من هذا القبيل، في مراجع علميا نحاول ناخذها نتعلم. شكرا لك، ويعني قمتي باللازم ان شاء الله. شكرا لك. خلص ستوب شيرنج من طرفك مشان ارجع اعمل شيرنج من طرفي. اوكي.
نرجع للسكشن اللي كنا فيه. إذن إحنا بنتكلم الآن عن الترافيك فوليوم، أحجام المرور. إحنا إذا استطعنا نعرف كم بده يمر في الشارع كتير بسهل علي، أو بيكون أحد أسس تصميم الشارع. طب إيش بده يمر في الشارع؟ كم مركبة بتمر في الشارع؟ أولاً نطلع على إشي بنسميه annual average daily traffic ابتداءً، يعني كم هو المعدل السنوي لحجم المرور اليومي اللي ممكن يمر في الشارع. يعني إذا كنت أنا عارف كل يوم من أيام السنة كم بمر، بجمع المجموع كله وبقسم على 365 يوم، بيطلع لنا annual average daily traffic. لكن في بعض الأحيان لصعوبة الحصول على مثل هيك معلومة، بس بناخذ average daily traffic، مش annual بس average، لعدد من الأيام. كل ما كان أكثر هذا العدد كل ما كان أفضل، لكن مش ضرورة دائما يكون عندي معلومات كاملة عن السنة. اللي بيهمني أكثر من شان الديزاين مش بس قديش معدل حجم المرور اليومي، لأنه مثلا شارع زي شارع فيصل في نابلس بمر فيه ما بين 50 إلى 55 وربما مؤخرا صار عندنا 60 ألف سيارة باليوم، لكن هذا الرقم على أهميته اللي بمر الآن مش زي أهمية الديزاين أو الفوليوم، بمعنى في ساعة الذروة أو في ساعة التصميم كم بمر. لأنه أنا بطلع لأنه الرقم هذا 50 أو 60 ألف مش موزع على 24 ساعة بالتساوي. في عنا peaking characteristics، في عنا ساعات مثلا هلأ ساعة 7 إلى 8 8 إلى 9 9 إلى 10 مثلا، وبعد الظهر 3 إلى 4 4 إلى 5 كذا، بيكون في حجم الازدحام كتير عالي. فبيهمني دائما أعمل تصميمي للطريق، عدد المسارات أو تصميم الإشارة الضوئية أو تصميم التقاطع أو 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 إلى آخره. كل هذه الأشياء بتكون مبنية على الأورلي فوليوم. بدي أختار إذن أنا ساعة تصميم معينة. ساعة التصميم هاي تعتبر عادة اللي هي ديزاين أور فوليوم الثيرتيث هايست أورلي فوليوم فور ذا ديزاينير. أولاً كلمة فور ذا ديزاينير معناها إنه إيش؟ إنه أنا مش بهمني أعرف الآن بس حجم المرور اللي ممكن يمر في الشارع، سواء كان شارع قائم مثل شارع فيصل مثلاً بدي أعمل له أبجريدينج أو أعمل نفق هناك أو أعمل توسعة له أو كذا أو كذا كذا، بدي أحاول أدرس الفوليوم اللي عليه. ولا بحكي كمان عن شارع مثلاً زي شارع حول مدينة، شارع جديد بالكامل حول مدينة نابلس، بدنا نكمل الطريق الدائري اللي حول نابلس مشان يوصل مثلاً ما بين عندنا جامعة نجاح الحرم الجديد الأكاديمية حتى يوصل مثلاً شارع القدس مثلاً. في عندنا شارع مفروض يكمل لهذا الاتجاه مخطط له، لكن بدي أعرف كم يتوقع يمر فيه بالساعة بسنة الهدف. فما عندي معلومات الآن أعرف كم عدد المرور الآن وأعمل له فوركاستنج للمستقبل، وإنما بدي أعمل طريقة معينة أبني فيها رقم يعبر لي عن حجم المرور في المستقبل كم ممكن يكون. إذا أولاً مش العدد الحالي، اثنين بحكي على الحجم المستقبلي، ثلاثة بحكي على الأورلي فوليوم اللي بسميه أنا الثيرتيث هايست أورلي فوليوم. كيف يعني الثيرتيث هايست أور فوليوم؟ خلينا نقول فيما لو كنا بنحكي عن الآن قديش الثيرتيث أورلي فوليوم الآن، وبعدين نعملها فوركاستينج للمستقبل. أوكي، لو أنا عملت إحصائية مرورية على مدى 365 يوم ولكل يوم عندي 24 ساعة، وشفنا بكل ساعة من الساعات قديش حجم المرور فيها، ورتبنا هذه الأرقام تنازليا، يعني أكثر ساعة بالسنة مثلا بجوز أول يوم في الجامعة، نقول إحنا بدنا نطلع على جامعة النجاح، أكثر يوم في الجامعة أو أيام الامتحانات أو أيام حفلات التخرج أو إلى آخره. نفترض إنه في أكثر مرحلة كان عندنا فيها ضغط مروري كان عندنا 3000 سيارة بالساعة بالاتجاهين. أوكي، هذه كانت عندنا أكثر شيء. النكس كانت عندنا 2950، بعدين 2920، بعدين 2900. لو رتبتهم تنازليا في رقم معين بيكون الثيرتيث هايست أورلي فوليوم، يعني رقم 30 بالترتيب التنازلي، بمعنى صار عندنا 2800 نفترض. إذن هذا بيكون عندنا الديزاين أور فوليوم. إيش يعني هذا الحكي؟ يعني أنا لو اعتمدت هذا الرقم معنى ذلك حيمر علي 29 ساعة بالسنة الفوليوم اللي عندي أعلى من الرقم اللي أنا بتصمم عليه. يعني أنا مستعد أتحمل كمصمم وكمجتمع وإلى آخره، أتحمل ازدحام بالسنة أكثر 29 ساعة من الساعة اللي بتصمم عليها. يعني ربما يكون حد يطلع لي يقول لك هاي رفاهية، يعني أنا الغالبية العظمى معظم أيام السنة وساعات السنة أنا عندي المرور فيها ممتاز، إلا بس 29 ساعة أعلى من هذا الرقم، فأنا هذه رفاهية. عشان هيك ربما في كثير من الحالات
الكونستراكشن كوست او الديفلوبمنت كوست بيكون عالي لدرجه احنا بنبطل نطلع على 30th ننزل شوي وال 50th او ال 60th او ال 100th، لكن خلص يعتمد في الاشت وفي امريكا في المراجع الدوليه الاخري ان احنا بنطلع على الديزاين او الفوليوم اللي بتشكل الساعه رقم 30. خلينا بس نفهمها بشكل اكبر شوي. كم اسبوع لنا في السنه يا جماعه؟ مين بعرف؟ 52. 52 53 اسبوع، ممتاز. يعني نفترض انه 60 اسبوع، بهمش بدنا نقول السنه 60 اسبوع. ايش معنى انه انا عندي الساعه رقم 30؟ كانه كل اسبوعين في عندي ساعه معينه اعلى شوي من الساعه اللي انا بصمم عليها تقريبا. لو كانوا 30 اسبوع معنى ذلك كل اسبوع في عندي ساعه، لو كانوا 60 اسبوع كل تقريبا اسبوعين عندي ساعه اعلى من الفوليوم اللي عندي. يعني مشان بس نتخيل ونشوف شو يعني الديزاين اور فوليوم، يعني 30th هايست اورلي فوليوم. اوكي، طب انا اوجدتها لليوم، كيف بدي اطلع على المستقبل؟ شو بدي اعمل؟ بعملها ايش؟ فوركاستنج، بعمل توقع. لو افترضنا حجم المرور عم بزيد كل سنه 2 3 4%، اذا انا بدي اقول تراكميا حجم المرور بده يزيد من هون ل 20 سنه، بدل ما كانت 2800 بالساعه بدي اضربها في 1 زائد نسبه الزياده السنويه مرفوعه للباور ان، مش هيك؟ زيادة سنوية اللي احنا ممكن نعملها تراكميا. اذا احنا ممكن نطلع احنا بالديزاين اور فوليوم فور ذا 20 كومينج ييرز. هلا وجدوا حقيقة انه برضو اني اعمل دراسة مفصلة كل مرة في الشارع اللي عندي او اللي بدي اتوقعه على مدى كل ساعات السنة وارتبها واشوف الساعة رقم 30، هاي شغلة ايش مالها؟ مزعجة وشغلة مش عملية، وإنما وجدوا إنه في علاقة معينة ممكن أعملها ما بين الديزاين أور فوليوم اللي أنا مطلوب إلي مع الأفرج ديلي ترافيك فوليوم اللي بسهولة ممكن أوجده، سواء لليوم أو بدي أطلع على المستقبل ممكن بسهولة أكثر أعرف أنا الديلي فوليوم في المستقبل. العلاقة بيناتهم من خلال فاكتور بنسميه الكي فاكتور. إيش يعني الكي فاكتور؟ لو حطينا، لو أعدنا ترتيب المعادلة هاي، شو معنات الكي فاكتور؟ شو بيساوي الكي فاكتور من هاي المعادلة؟ الديزاين اور فوليوم مقسم على الافرج ديلي ترافيك، بمعنى انه كم نسبة اللي بمر في ساعة التصميم من مجمل حجم المرور اليومي، مش هيك؟ وين حجم المرور اليومي؟ في الديزاين بيريود. يعني إذا كنت أنا بدي أحط هون الديزاين اور فوليوم أحط تحتها السبسكريبت أكتب عليها 20، يعني بعد 20 سنة، بيكون الافرج ديلي ترافيك برضه السبسكريبت أكتب هون كمان بعد 20 سنة من اليوم. إذا معنى ذلك إحنا هدفنا وعم نتطلع على حجم المرور اليومي على بعد 20 سنة من اليوم، على أساس إنه أنا بتطلع على فوركاستنج للمستقبل. طب من الخبرة قديش مقدار الكي فاليو هاي؟ منشان فيما لو ضربتها بالاي دي، يعني كل مرة بدي أوجد كي فاليو؟ لا، هلا في رينجز للكي فاليو تم التعرف عليها انها رينجز معقوله وجيده ومقبوله يمكن استخدامها. لما يكون عندي رورال هاي واي، شارع يعني خارج اطار المدن، عاده الكي فاليو يعني بتكون ما بين 12 الى 18%، يعني والافرج فاليو وانا مرتاح ممكن اخذ افرج فاليو بمقدار 15%. يعني لو بدي امر على شارع نابلس، نفترض دير شرف كرورال خارج اطار المدينه، يمر عليه باليوم 50,000 مركبه. لو افترضنا ال 50,000 مركبه ضرب 15%، بامكاني اقول والله بده يمر عنا في ساعه الذروه نفترض 7500 مركبه في ساعه الذروه على سبيل المثال. اوكي، اذا احنا بنتكلم طبعا بالاتجاهين، دائما لما نحكي عن فوليوم بهذا الاتجاه او بهذا الشكل نحكي بالاتجاهين. بعدين لو بهمني باتجاه واحد بضرب في نسبه الترافيك اللي بمر في اتجاه واحد. طب للايربان ارياز، نفس الشارع لو دخل حدود المدينه، يعني بنحكي عن شارع فيصل على سبيل المثال، تتوقع الرقم يكون أعلى ولا أقل؟ وشو معنات الرقم أعلى أو أقل؟ النسبة هاي بدها تكون أقل. ليش يعني أقل؟ لأنه في عنا امتداد أكثر للذروة على ساعات أكثر، بتبطل تكون الذروة بساعات كتير متبلورة ومحددة زي ما هو موجود في الرورال أريز. اللي بروح على رام الله أو بيجي من رام الله في أيام معينة بعد الظهر مثلا بالتحديد الصبح في ساعات معينه جدا، يعني الساعه 4 للساعه 5 مثلا او الصبح للساعه 7 للساعه 8، ساعات محدده كثير بتكون فوليوم عالي. لكن في داخل المدينه مثلا شارع فيصل بس بيكون عندنا 7 ل 8 و 8 ل 9 وبس تنتقل لل 3 و 3 ل 4، وانما بيكون ممتد اكثر. لما بيمتد اكثر الفوليوم بيكون الكي فاكتور ايش ماله؟ اقل شوي، واضح؟ وبالتالي في داخل المدن
بيكون عندنا الكي فاكتور ما بين 8 الى 12%، وانا مرتاح ممكن اخذ الفاليو هاي كنسبتها 10%. اذا لو انا كان عندي في شارع فيصل 50 او 60 الف مركبه نفترض باليوم، بقول والله عندنا 60 الف مركبه في اليوم ضرب 10% بمر بالاتجاهين حوالي 6000 مركبه في البيك اور او في الديزاين اور اللي انا بدي اخذها بعين الاعتبار. وحقيقه لو رحنا على الشكل اللي بعده، الشكل اللي بعده بقولنا كيف العمليه هاي بتتم وكيف هم عرفوا انه كيف ممكن البرسنتج هاي تكون موجوده عندنا. لو الفوليوم اوف ترافيك اللي احنا رتبناه قبل شوي رسمناه، يعني لو كان عندي انا ال3000 نفترض في الساعه 3000 vehicle per hour اللي بمر باب الجامعه بالساعه، وبعدين 2950 بعدين كذا بعدين كذا، هلا عندي ساعه واحده فقط بالسنه الفوليوم اللي فيها اكسيدنج بيكون ال 3000 او الديزاين اور فوليوم عندي او اكسيدنج الرقم اللي انا بحكي عنه. هلا لما بحكي عن 2950 بيكون عندنا 2 اورز في السنه اكسيدنج ل 2950. لو كان عندنا 2800 بيكون عندي 29 ساعه، لان هذه كانت ال 30th لما رتبناهم كانت الرقمها 30، فعندي 29 ساعه اعلى منها. فانا بدي احط على الاكس اكسس عدد الساعات اكسيدنج او جريتر ذان ذات شون. اذا بحكي عن الساعه رقم 30 في عندي 29 ساعه اعلى منها. لو حطيت على المحور الواي اما احط الفوليوم او نسبه الفوليوم اللي بمر في ساعه الذروه. فبنوجد انه في الحاله هاي مثلا على شارع رورال اللي احنا بنحكي عنه هون، مثلا على شارع رورال بالافرج فاليو الرود مكتوب على هذا الخط الوسطاني رود وذ افرج فلكتويشن ان ترافيك فلو، يعني التذبذب متوسط، ما هو كثير كثير ولا واطي كثير كثير. الافرج فلكتويشن التذبذب لما اخذ عند الساعه رقم 30 بيعطيني تقريبا 15%، بالحد الاقصى بيعطينا 18%، بالحد الادنى بيعطينا 12% اللي حكيناها قبل شوي. إذا أنا ممكن أستفيد من هذا الشيء إنه أنا لما بتكلم عن الـ 30th highest hourly volume كديزاين أور فوليوم بإمكاني آخذها كنسبة من الـ ADT بمقدار حوالي 15%. طب لو حكينا إحنا في بلادنا، إحنا لا والله كثير هذا الحكي مش ممكن أنا يكون عندي، يعني بس أسمح بازدحام بس 30 ساعة لأنه بيكون مكلف جدا أعمل هذا النظام. بدنا نطلع على الـ 100th نفترض hourly volume، شو معنى هذا الحكي؟ بدي اروح عند الساعه رقم 100 اللي بتجاوزها الفوليوم 99 ساعه بالسنه، بنطلع لهون ونمشي بخط هوريزونتال، معناها بدي اخذ النسبه حوالي 12.5%. لما باخذ انا نسبه اقل من الاي دي تي معنى البالك الفوليوم اللي عندي بده يكون اقل، يعني انا بدي اصمم بحيث عدد المسارات تكون اقل شوي او عرض اللين الواحد اقل شوي او الريكويرمنتس اقل بشكل شوي اكثر من الحاله اللي انا بدي اخذ فيها 30th highest hour. هلا ليش برضه اخذوا 30th highest hour volume؟ لانه وجدوا كمان انه فينا دروب كبير كثير كثير من البدايه لغايه ال 30. الدروب هذا متغير بشكل يعني لحظي واني، كل ساعه بتغير فيها، لكن بعد الساعه رقم 30 بصير فلاتر. شفتوا كيف بصير عندنا الكيرف؟ صار عندنا فلاتر، صار عندنا اقلها ايش؟ اقلها صار عندنا جراديوال ديكريز، يعني ديكريز صار عندنا اولموست بشكل يعني almost بشكل smooth، بينما من اول كان دروب كبير. فتقريبا كانها جاي عندنا turning point عند الرقم 30، عشان هيك اخذوا 30th highest hourly volume. اذا اللي مكتوب عندنا هون انه 30th highest hourly volume هذه هي عباره عن الديزاين اور فوليوم، بتكون كثير من الاحيان uneconomical to select a greater design hourly volume، وانما ممكن ياخذ يعني حتى قيمه اقل شويه. الاكسبيرينس تحكي لنا انه 30th highest hourly volume بناخذها كبرسنتج من الاي دي تي varies slightly، وبالتالي انا بامكاني وانا مرتاح اخذها بالنسب اللي حكينا فيها قبل شوي. اذا كان عندي average daily traffic الان بدي اعمل له forecasting للمستقبل بنسبه زياده معينه، هذا الحكي بدي اضربه بعدين في نسبه الكي فاكتور مشان اعطيني الديزاين اور فوليوم. الكي فاكتور بتكون حوالي 15% في رورال رودز وحوالي 10% في الايربان رودز. حط الصوره. في حدا له سؤال؟ يعني مفاهيم هامه لازم يكون احنا عارفينها. اذا حكينا صرنا عن شيئين مهمات، الكلاسيفيكيشن فانكشنال كلاسيفيكيشن والديزاين فوليوم او الديزاين اورلي فوليوم او الترافيك فوليوم. تفضل يا اديب. طيب بدي اسالك، انا بصمم يعني على التيرنينج بوينت. نعم، بصمم على التيرنينج بوينت اللي هي تقريبا بتكون ال 30th highest hourly volume، صحيح. نعم.
تمام؟ نعم صحيح. المرحلة أو النقطة اللي بعديها بدنا نتكلم عن الديزاين سبيد. إيش يعني الديزاين سبيد؟ يعني سرعة التصميم. كل شارع بدي أصممه لازم أختار مسبقاً، زي ما بختار له كلاسيفيكيشن، زي ما بختار له ديزاين أورلي فوليوم أصمم عليه، بدي أختار له كمان ديزاين سبيد. إذن I need to select a design speed that I need based on that to determine the various geometric features of the roadway. يعني كل مظاهر الطريق من كيرفتشر في الهوريزنتال بالفيرتيكال بالميول بحتى عرض اللين بكذا بكذا، بدي اختارها بحيث ايش؟ بحيث تكون مستنده الى الديزاين سبيد. لما بختار هاي الديزاين سبيد it becomes as the maximum safe speed that can be maintained. يعني انا بصمم على الديزاين سبيد اللي اعلى منها، لو كان حدا بده يسوق على اعلى من الديزاين سبيد I cannot guarantee كمصمم السيفتي للي بمر على الطريق. طب يعني احنا لما نصمم على الديزاين سبيد بنشعر الناس انه هي الديزاين سبيد مثلا الناس ما تتجاوزها؟ شو رايكم؟ بنقول للناس هذا الشارع الديزاين سبيد له 100 مشان ما تتجاوزوه وتضلوا سيف؟ لا، شو اللي بنعمل؟ شو اللي بنشعر الناس فيه؟ سبيد ليميت. بنحط اشاره انه سبيد ليميت. طب ايش علاقه السبيد ليميت بالديزاين سبيد؟ بيكونوا زي بعض ولا واحده اكثر من الثانيه واحده اقل من الثانيه؟ كيف؟ لانه الديزاين سبيد بتكون هي اعلى من الليميت، عشان اذا حدا تجاوز السرعه يعني تكون سيفتي اكثر، بنعطي فاكتور اوف سيفتي. نعم صحيح. فانا بقلل عاده بحدود 10 كيلومتر في الساعه عن الديزاين سبيد، بعتبرها سبيد ليميت زي ما حكت زميلتكم بالضبط. شكرا لك. اذا احنا بنتكلم هون عن اختيار لسرعه، السرعه هاي اقل من يعني هي الماكسيمم. انا لما بختارها هي الماكسيمم سيف سبيد، لما بعمل سبيد ليميت بحطها بتكون اقل يعني شوي صغيره من الديزاين سبيد. طب لما انا بختار الديزاين سبيد هاي اللي بصمم على اساسها كل فيتشرز تبعت الطريق من هوريزونتال كيرفز، من ميول، من فيرتيكال الاينمنت، من مقطع عرضي الى اخره، وبحدد انا بعديها انه سبيد ليميت اقل بشوي منها، على ايش انا بعتمد في اختياري للديزاين سبيد؟ بقول هذا الشارع بدي اصممه على سرعه 100 كيلومتر في الساعه او 50 او 60 او 70. واحده من اهم الاشياء الكلاسيفيكيشن. لو كان عندنا كلاسيفيكيشن مرتفع شارع ارتيريال، الديزاين سبيد شو بده يكون له؟ مرتفع. ليش؟ لانه بدي اعمل جود موبيليتي. شو معناته جود موبيليتي؟ يعني هاي ريليتيفلي هاي سبيد وهاي كاباسيتي للشارع، زائد لانه شارع رئيسي لازم الناس تمشي بشكل سريع فيه. اوكي، بينما لو كان شارع فرعي مثلا مش ضروري كثير يكون السرعه مرتفعه، لانه السرعه المرتفعه بتعني بالنسبه لي كمان كوست كثير. مشان احافظ على سرعه مرتفعه معناها انا بامكاني اقول والله كل الشوارع اللي مصممة على سرعه 100 ولا 120، لا بدي اصمم يعني بشكل وايز بشكل منطقي. من الاشياء اللي كثير كثير مهمه كمان التوبوغرافي، المنطقه اللي بيكون فيها توبوغرافي رف، يعني في عندنا منطقه جبليه، هل بستطيع اعمل انا ديزاين على سرعه عاليه؟ لا، بدي اقلل السرعه شوي. ليش؟ السرعه العاليه مشان احافظ عليها، معنى ذلك بدي اعمل ميول قليله. طب انا منطقه هي جبليه، هل بستطيع اعمل ميول قليله دائما في المنطقه الجبليه؟ بتكلفني كثير اعمل كب وفل وانفاق وجسور الى اخره. اذا انا بدي اراعي المنطقه الجبليه حتى لو كان لنفس الكلاسيفيكيشن اوف ذا هاي واي. شو بدي اعمل؟ بدي اسمح بشويه ميل اعلى شويه من لما كانت في منطقه رولينج او في منطقه كانت عندنا ليفل. اذا في عندنا الكلاسيفيكيشن تبعين المناطق المختلفه، مشان نتكلم عن التوبوغرافي، منطقه ممكن يكون ليفل او منطقه رولينج فيها شويه هضاب او منطقه جبليه، كل منطقه في لها خصوصيتها في التعامل مع الديزاين سبيد اللي عندنا. لما بحكي عن منطقه ليفل بتكون ريلاتيفلي فلات اريا، الهوريزونتال والفيرتيكال سايد ديستانسز بيكونوا عادة مأمنين. المنطقة لما تكون مفتوحة وفلات ما عندي مشكلة بالرؤية، بستطيع أشوف على مد البصر في الهوريزنتال الله، حتى بالفيرتيكال ما في عندي ميول ناجمة عن التوبوغرافي بحيث يكون في عندي محدودية في الرؤية في المستوى الرأسي كمان اللي هو في الفيرتيكال ألايمنت. ما في عندي كيرفات كثيرة في الفيرتيكال ألايمنت تحجب الرؤية. الرولينج بطل الأمور تصير as simple as in the level.
بيصير في عندنا منطقة هضاب. إيش يعني هضاب؟ في نوع من يعني منطقة جنين مثلاً، لما نحكي وأنت طالع من قباطية مثلاً لجنين أو الشهداء لكذا نفترض، أو بحكي ما بين بجوز بعض المناطق القريبة من نابلس. لكن لما أحكي عن المنطقة الماونتنس عشان أطلع من نابلس لعصيرة، أكيد بناء المنطقة هاي ماونتنس ترين بدنا، أو من نابلس لرام الله في كثير من أجزائها، مش منطقة حوارة مثلاً لما نبدأ نطلع بعد حوارة من بيتا كذا لفوق إلى آخره، هذه منطقة ماونتنس. ونلاحظ كيف بسعنا البرفورمانس تبع المركبات الثقيلة بيكون بطيء، بحجز وراء سيارات كثيرة. فبهمنا كثير إنه نعرف إيش طبيعة المنطقة منشان نحدد الديزاين سبيد اللي إحنا بدنا نختارها. أوكي، نرجع لورا. إذا شفنا عاملين، صرنا الفانكشنال كلاسيفيكيشن، وشفنا كمان التوبوغرافي. في عامل آخر مهم هو land use of the adjacent areas. In general, is it in an urban area or in a rural area؟ طب يعني مين بدي أختار أنا design speed أعلى؟ لما الشارع بمر في urban area ولا في rural area؟ شو رأيكم؟ بدنا نسمع حدا يعطينا مداخلة. rural؟ الأربان دكتور؟ رورال، لأنه الأربان المساف يعني كل المسافات في الأربان أريا قليلة. يعني أنا بدي أحكي عن شارع بيطلع على الجبل الشمالي هون في نابلس أمامنا، ما بده يطلع له شو دقيقتين بكون أو خمس دقائق بكون واصل لفوق. حتى لو حسنت الديزاين سبيد شو يعني؟ زائد طبيعة الحال أساساً سبيد ليميتد في المنطقة، في المنطقة الحضرية. كلكم اللي بتدرس بتعلم سواقة أو بسوق في المنطقة الحضرية، سبيد مو 50 كيلومتر في الساعة مشان السيفتي. فما أنا بدي أعمل ديزاين سبيد لمية وبعدين أرجع أنفذها 50، يعني بمعنى أنا بكفيني أخذ limited design speeds في الأربان أريا، بينما بإمكاني أرفع الديزاين سبيدز أعلى في الرورال أريز، لأنه السرعة بدي تكون أعلى، مسافات أطول. لما أنا بدي أمشي من نابلس لرام الله لساعة على سبيل المثال، أنا بهمني إنه الديزاين سبيد تكون مرتفعة، منشان برضه اخذ بالاعتبار قضايا تتعلق بالسموثنس للحركه والموبيليتي والى اخره الى اخره الى اخره. اخر شيء الفوليوم اوف ترافيك. اذا كان عندنا فوليوم عالي للمركبات، احجام مرور كثير عم بتمر في الشارع، شو لازم اعمل؟ بدي اراعي هذا الحجم، وبالتالي شو بدي اعمل؟ بدي ازيد الديزاين سبيد. بينما لو عم يمر في الشارع 100 مركبه في اليوم ولا 200 مركبه في الساعه مقارنه بال 10000 مركبه في اليوم او 2000 مركبه في الساعه، قطعا اللي بمر فيه أكثر شو بحاول أعمل للديزاين سبيد؟ أرفع الديزاين سبيد مشان يكون عندنا proper design يرضي أو يحقق لي رغبات من جهة، ويكون economical design لأنه ما بدي الناس تصرف وقت كتير ووقود كتير وإلى آخره، لأن عددها كبير اللي عم تمشي على الشارع لما يكون الفوليوم مرتفع، لأنه الديزاين سبيد العالي معناه أقل استهلاك للوقود، لأن ما بطلع ميول قوية، بيكون أريح للناس، بيكون أسرع زمنيا لما بيكون الديزاين سبيد عالي. لما بيكون الديزاين سبيد منخفضة معنى ذلك بدي الميول تكون اعلى، والميول تكون اعلى معناها انه الكلفه اعلى والترابل تايم اعلى وهكذا. لما بيكون عدد المركبات او عدد المنتقلين اقل بيكون مناسب اكثر انه يكون الديزاين سبيد اقل. وضحت الصوره للعوامل الاربعه هاي كيف؟ اوكي، خلينا نشوف امثله للسلكتد ديزاين سبيد. طبعا برضو كثير مهم انه تكون هذه الديزاين سبيد منسجمة مع expectations of the drivers. يعني شارع مفتوح وخارج مدينة إلى آخره، ما بصير أحط عليه أو أستخدم له ديزاين سبيد منخفضة. الاكسبكتيشن تبع الدرايفر إنه هو بتوقع هذا شارع مفتوح في منطقة مفتوحة، فيش في عنا مشاة كتير فيها، فيش عنا كذا، إنه شو يسوق فيها بسرعة إيش عالية. يعني السبيد ليميت تكون عالية، وبالتالي الديزاين سبيد تكون عالية. إذا الاكسبكتيشن، بينما لو أنا بمشي في داخل المدينة وعندنا مدارس، عندنا جامعات، عندنا كذا، الديزاين سبيد مفروض تكون منخفضة، لأن السبيد ليميت بتكون منخفضة. هذا الاكسبكتيشن أوف ذا درايفر. هلا في داخل المدينة لما يكون بس شارع هاي واي زي عند الأكاديمية، وعندنا صار عندنا حادث اللي قبل أسبوع زمان تعرفوه إلى آخره، توفت فيه فتاة. بالمناسبة حطينا لكم لينك على الموديل، يا ريت بس تطلعوا عليه، بده يكون عندنا اليوم لقاء زوم، بتمنى كلكم تحضروا الساعة 6، بستمر للسبعة لو عنده الواحد ضرب في أولها شوي صغيرة مش مشكلة، بس بتمنى أنه كلكم تكونوا موجودين معنا على الزوم الساعة 6. حطينا لكم اللينك رح نحكي فيه على المرور حول جامعة النجاح، نسمع مداخلاتكم وأفكاركم ونقول لكم إيش عنها نشتغل كجامعة
مع بلدية نابلس. وممكن أضيف لكم كمان مشان كخلفية بعض اللينكس على مؤتمر صحفي عملناه في الجامعة وعلى لقاءات سواء كانت مع فضائية النجاح أو لقاءات يعني في الراديو، يعني بس مشان تكون عندكم شوية خلفية، فبيهمني كتير مشاركتكم كلكم، وهذا الحكي بدي أسمع، هذا جزء من النشاط يعني بحط عليه علامات، اللي ما بيحضر بنحط عليه نقطة إنه مش مشارك. وبدنا نسمعك برضه، مش بس هيك مش نسمع آرائكم ومساهماتكم. الساعة 6 مساء في حد عنده مشكلة يكون موجود؟ أنا بتأمل الكل يكون موجود. دكتور أنا يمكن أجي متأخر يعني أحضر أدخل على الاجتماع. ما تجيش من مرة، ما فيش مشكلة يا شفاء. ماشي، ما فيش مشكلة، توكل على الله. طب إذن the expectation of the driver مهم. In general the highways with longer average trips should be designed for higher speeds. زي ما حكينا المسافات اللي أطول من نابلس لرام الله أو من نابلس الخليل بحب أنه يكون دائما the design speed إلها مرتفعة. إذن الديزاين سبيد السلكتد، شوفوا بالخط الأحمر هذا أو في الخط الأبيض على الخلفية الحمراء هيك مشان ناخذها بولد ولا أخري، to achieve the desired level of operation and safety of the highway. لازم يكون الأوبريشن سموث وإفيشنت، لكن كمان بدي يكون عندنا safety considerations مأخوذة بعين الاعتبار بشكل جيد. It is one of the first parameters selected in the design process because of its influence on the other design variables. واحدة من أهم الأشياء اللي بختارها في البداية لأنه بتأثر على كل عملية التصميم، في الهوريزونتال ألاينمنت وبالفيرتيكال ألاينمنت وبالكروس سكشن، وبتأثر كمان على كل شيء له علاقة كمان بالترافيك، تصميم الإشارة الضوئية وتصميم الجزر وتصميم الرامز وتصميم الرايت تيرن لين، وكل الأشياء اللي بنحكي عليها كلها بتعتمد على الديزاين سبيد. إن جنرال يعني خلينا نجي من الآخر، قديش ممكن ناخذ الديزاين سبيد لرورال هاي ويز؟ ناخذها من 90 إلى 120 كيلومتر في الساعة. عشان هيك بنقول والله إحنا الديزاين سبيد أقل مثلاً 90 بعشرة صارت عندنا 80 كيلومتر في الساعة. بعض الأحيان الطرق السريعة ممكن أخذها 120 أو 110، بعمل الديزاين أو سبيد ليميت اللي لها أقل بعشرة. طب الشوارع اللي بتكون arterials، لكن يعني سواء نحكي عن arterial بدرجة عالية زي الهايوي الرورال أو بجزء أقل شوي، نأخذ أقل شوي arterial. إذا اضطريت أنا في مناطق صعبة الترين وعدد الفوليوم كان قليل وكذا الأخري، والفانكشنال كلاسيفيكيشن طبعا كان أرتيريال، باخذ من 50 إلى 100. الرينج هذا هو كبير، لكن الرينج الكبير هذا باخذ في الاعتبارات في الدور الفاكتورز حكينا عليها، الفوليوم، باخذ بعين الاعتبار الترين، وباخذ بعين الاعتبار اللاند يوز. هذول الثلاثة بحددوا لي وين أنا موجود بين ال 50 وبين ال 100. طب لو رحنا على الكوليكتر، الكوليكتر ممكن الحد الأدنى يقل شوي صغيرة، ممكن 30 ممكن 40 ممكن 50 حسب بعض الحالات، خاصة إذا كان الكوليكتر داخل المدينة. اللوكال برضو هو 30 الحد الأدنى، لكن الأبر ليميت بنزلها ل 80. بس هذا الرينج لك، لا هذا الرينج كبيرة، خلينا نروح على تيبلز مفصلة أكثر. مش هناخد كل التيبلز لكل كلاسيفيكيشن، ناخد مثالين. الكتاب عندنا معطينا المثال الأول، إذا كان عندنا رورال كوليكتر، رورال كوليكتر شارع ريفي ولكن الدرجة الثانية ما بين الارتيريال وما بين اللوكال. هلأ بما أنه عندنا المتغيرات انحسم عندنا شغلتين، إيش هم؟ انحسم عندنا أنه كوليكتر، إيش يعني كوليكتر؟ صنف تبع الشارع. وانحسم عندنا أنه كمان أنه رورال، إيش ضل المتغيرين الثاني مشان أطلع الديزاين سبيد؟ التوبوغرافي اللي هو الليفل ولا رولينج ولا ماونتنس والفوليوم أوف ترافيك اللي بمر عندنا في الشارع. فحسب طبيعة الشارع وين بمر، نفترض انه منطقه هضاب رولينج، ونفترض انه الفوليوم اللي بمر عندنا بالديزاين فوليوم بالفيكلز بير داي. اوكي مرات احنا بنطلع على الفيكلز بير اور، لكن الديزاين يعني فاريبل لما بحكي عن ديزاين سبيد مرات باخذها فيكلز بير داي بغض النظر. فاحنا بنحكي عن مثلا كان عندنا بالرينج الوسطاني ما بين 400 الى 2000 مركبه في اليوم ممكن يمر في هذا الشارع. عم بيقول لي هون انه اختار يعني recommended minimum design speed 60، يعني ممكن يكون 70 أو 80 ممكن، لكن مش مناسب يكون أقل من 60. 60 مناسب، 70 منيح بس إلها كلفة أعلى 60. بدنا ننتبه إنه دائما كل ما ارتفعنا بالديزاين سبيد الإيكونومي بيصير عندنا أصعب للشارع. إذا the design elements show no significant difference when increments are less than، يعني إحنا ما بنحط 50 واحدة 55 واحدة 80 أو 60 أو 70، لا بنحط دائما increment بحدود 10 تقريبا، يعني بالعشرات إحنا بنشتغل. عشان هيك
ممكن يكون مناسب. هذا الجدول اللي بعده بعطينا الرينج الأكبر، الرينج الأعلى. يعني خلينا نشوف عندنا مجموعة من الكلاسيفيكيشنز، مش كلها لكن معظمها، بعطينا رينجز. يعني مثلا بعطينا إضافة للرورال كولكتر اللي احنا حكينا عنه قبل شوي، بعطينا كمان رورال برينسيبال ارتيريال ورورال ماينر ارتيريال، والرورال كولكتر بعطينا اياهم حسب الفوليوم، اما الاي دي تي اذا كان عندنا الفوليوم منخفض ناخده بالافرج ديلي ترافيك ككل، لكن اذا كان الفوليوم مرتفع ببطل يصير له معنى كثير الافرج ديلي ترافيك، بصير نطلع اكثر على الساعه، بنطلع ساعتها على الديزاين اور فوليوم. اذا هدول مرتبين في الحالات اللي فيها الفوليوم اعلى، بطلع على الساعه كان 400 بالساعة بالديزاين أو بين 20 إلى 400 أو 100 إلى 200 وهكذا. هو مفروض بصراحة يكون 200 هون، الكتاب مخطئ، هاي أول مرة أنا بنتبه عليه. حط عنا نوت كلكم. وإحنا بالمناسبة واحد من الطلاب كان جدع عنا في واحدة من السنوات، اتبعنا المشاكل الموجودة في الكتاب أو الكتاب في الدنيا، دائما إنه في مشاكل رصدناهم كلهم، بعتناهم للمؤلفين، بعتناهم لدار النشر، نالهم عندكم خطأ واحد اثنين، قدروا كثير هذا الحكي واخذوه بالاعتبار بالفيرجن اللي بعدها. هذا الحكي كان من عدة سنوات، فدائما نضل احنا منتبهين ويقظين. فاول مره انا بنتبه انه هذا الرقم لازم يكون 200، لانه الرينج عندنا 400، بعدين من 200 الى 400، بعدين من 100 الى 200، مش هيك؟ هذا الحكي لوجيكال، لازم يكون هذا الليمت 200. لما بحكي على فوليومز اقل بتعامل مع الديلي كلياته 400. لو افترضنا بدنا نحكي قديش كان عند ديزاين اور فوليوم من هذا الديلي ال 400، هذا نحكي عن رورال رود، قديش بمر في الديزاين اور فوليوم كنسبه من الاي دي تي اللي حكيناها قبل شوي. الرورال الكي فاليو قديش عندنا الكي فاليو لما بنحكي احنا عن رورال رود؟ 15%. 15% في 400 يعني كم؟ كانه بمر عندنا 60 مركبه في الساعه في الديزاين اور فوليوم هون، مش هيك؟ طبعا بس بحكي هون على الكرنت، ديروا بالكم مش الديزاين، ننتبه انه هون بحكي عن الكرنت، مع انه دائما افضل نحكي عن الديزاين. ذاتس فاين، اذا مصمم الجدول على الكرنت باخذ على الكرنت، مصمم على الديزاين للاول باخذ على الديزاين، بدي اخذ القيمه اللي هو كاتب لي عليها بغض النظر. بعدين بحكينا عن رورال لوكال رود، بعدين بحكينا على الايربان رودز برينسيبال ارتيريال او كذا وكذا. هلا حسب الفوليوم، حسب ما هو مبين عندنا هون بالكولوم هذا العريض الثاني، بعطينا الرينج اوف ديزاين سبيد. هذا الرينج بيعتمد اختيارنا للديزاين سبيد على التوبوغرافي. يعني إذا كان عندنا رورال برينسيبال ارتيريال وعندنا الديزاين سبيد من 60 إلى 110، هذا بيعني لنا بطبيعة الحال إنه اللور ديزاين سبيد فاليوز بتكون لأي شوارع اللي في الماونتينس أرياز. إذا شوارع في منطقة رولينج بتكون بالقيمة المتوسطة، في منطقة ليفل بتكون وين؟ بالقيمة الأعلى. وهذا حكي ممكن نطبقه لكل وحدة تانية من الفاليوز او من الكلاسيفيكيشنز اللي موجود عندنا، وبطلع على الرينج اوف ذا فاليوز وبشوف بناء عليها بختار القيمه المناسبه. وضحت الصوره هون يا جماعه؟ اوكي، اخر بجوز سلايد في هذا السكشن نحكي فيها عن الديزاين فيهيكل. هذا العامل الرابع من اهم العوامل للديزاين كنترولز اند كرايتيريا، اختار انا الديزاين فيهيكل. ايش هي مركبه التصميم اللي ممكن تمر على الشارع؟ إذن it is that vehicle selected to represent all vehicles on the highway. اللي هي بتكون more critical. مين اللي بتمثل الترافيك اللي بمر على الشارع؟ المركبات اللي بتكون more critical. لكن إلها وجود معتبر. يعني شارع نابلس طول كرم على سبيل المثال. إيش أنواع الكلاسيفيكيشنز للvehicles ممكن تمر عنا؟ في passenger cars، في سيارات تاكسي. أوكي، passenger cars والتاكسي بنعتبرهم نفس الجروب. بعدين عندنا باصات، وعندنا شاحنات single unit، وعندنا تريلات. طب انا لما بدي اجي اختار مركبه التصميم اللي على اساسها بدي اخذ المعايير والمقاييس للشارع، هل انا باجي بختار الباسنجر كار لانه نسبتها 80% او 70%؟ لا. هل باجي بختار الباص لانه نسبته كذا؟ بشوف انا الموست كريتيكال اللي له وجود معتبر، قد يكون وجود المعتبر له 1 او 2%، التريلات ممكن يكون 2%، ولكن 2% من اصل 50,000 مركبه في اليوم قديش بتعني؟ 1000 مركبه، 1000 تريلا بتمر في اليوم مثلا من شارع نابلس طول كرم. هذا شو بيعني لنا؟ يعني لنا انه لا بدي اهتم فيه. لكن لو بدي اقول 1% من اصل 500 مركبه بتمر في الشارع الفلاني، يعني ما مش شيء. يعني لما بقول يعني خمس مركبات بيكون الديزاين بيكل هذا مش معتبر، بيكون هذا الموضوع. اذا انا بدي اشوف وبدي اقرر ما هي المركبه اللي بدها تعبر عن مجمل الترافيك لكن لها وجود معتبر، بدي اخذها بعين الاعتبار. It is the largest that is likely to use the highway. إذن هي هي الديزاين فيهيكل
إذن the vehicle type selected as the design vehicle is the largest اللي بتعطينا أكبر أبعاد تريلا في بعض الشوارع ربما في بعض الشوارع يكون الشاحنة أو بعض الشوارع الباص وبعض الشوارع محدودة جدا جدا ممكن أخذها الباسنجر كار إيش اللي بيهمني في الديزاين فيكل its dimensions إيش يعني its dimensions طولها في عرضها في ارتفاعها بطلع كمان على الويت إلها مهم مشان تصميم البيبمنت وإلى آخره إلى آخره بطلع الأوبريشنال كاركترستكس مثلا مثل المينيموم تيرنينج ريدس هاي من أهم الأشياء اللي هذا الأكسلريشن ريت اللي إلها برضو كتير مهم وهكذا طب كيف بنختار احنا الديزاين فيهيكل هل عاده لما بتكلم انا عن مثلا باركينج لوت او مجمع سكني المدخل تبع المجمع السكني في باركينج او في عندنا ساحه او في كذا مين اللي بدخل عليه او طريق فرعي جدا بيؤدي للمجمعات سكنيه نحكي عن باسنجر كارز بس بكف لكن لما بحكي انا عن رودز في حتى لوكال رودز لوكال ستريت الشارع الفرعي حتى لو كان في الجبل الشمالي او حتى لو كان في قريه يصيد يا شفاء او حتى لو كان في اي مكان ثاني هذا الشارع راح ينقل احيانا شاحنات مش تريلات مشان ننقل مواد البناء وننقل عفش البيت وسياره المطاف تمر فيه والى اخره اذا بده يكون الشاحنه هي حتى لو كان لوكال رود بمر في تقاطع في شارع معين باخذ سنجل يونت تراك از دي ديزاين فيهيكل لكن لو شوارع ثاني بمر فيها باصات نرجع لجبل الشمال في عندنا الشارع اللي بمر من امام نفترض مستشفى الاتحاد النسائي وبضل رايح للشرق وللغرب هذا شارع للباصات الباص كريتيكال اكثر من الشاحنه اذا الشارع اللي ممكن يمر فيه باصات لكن مش شارع رئيسي شارع كوليكتر او حتى لو شارع لوكال كان باخذ ديزاين فيهيكل از ايش از ذا باص لكن الشوارع الاكثر الاخرى ناشونال رودز اللي بتكون مطروقه على المستوى الوطني نابلس قلقيليه نابلس طول كرم الشارع اللي بمر عبر مدينه نابلس شارع فيصل هاي بدي اخذ اكيد عندنا التريلا هي ديزاين فيهيكل بتعطينا ذا موست كريتيكال لكن التريلا فيها تصنيفات نتذكر مع بعض فين الدبليو بي 12 يعني الويل بيز لها 12 متر او دبليو بي 15 وفي 18 وفي 19 وفي 20 وفي 30 وفي 33 فأنا بدي أختار الأنسب إلي إيش اللي إله فريكوانسي أكثر بدي أعمل دراسة مرورية وأختار من خلالها أقول this is the design vehicle اللي ممكن نحتاجها أو تمر عنا على الشارع هيك بنكون خلصنا أكثر أو أهم أكبر أكثر أربع function أربع متغيرات بتهمنا مشان إحنا to influence the design of the highway اديب تفضل اللي هم بس اولا اربعه اللي هن في البول وكل اشياء ثانيه مهمه لكن هدول هم الاربعه اللي بيعتمد عليهم اشياء كثيره جدا من او قضايا التصميم تفضل اديب طرب بسالك في الشاحنات الكبيره بيكون نعم. العجلين بحط بعض وفي السيارات نعم. العاديه بيكون عجل واحد هسا الستريس الناتج عن العجلين بيكون اقل من العجل الواحد لنفس اللود نعم كلامك صحيح لنفس اللود يعني لو افترضنا المحور الخلفي يعني السيارة عليها وزن 10 طن شاحنة صغيرة المحور الخلفي عليه 8 طن والأمامي عليه 2 طن الخلفي مكون من أكسل واحد لكن في نهاية كل أكسل عجلتين من هون وعجلتين من هون ليش نحط إحنا عجال أكثر؟ مشان نتوزع الترافيك يعني مشان بدل ما إنه يكون concentrated الأربع الثمانية طن الخلفيات على عجلتين وكل عجل عليه قديش مقدار اللود اللي عليه أربعة وأربعة بصير موزع على أربع عجال بصير كأنه كل عجل عليه 2 طن 2 طن العجلين اللي على المحور الخلفي الأولاني من الجهة اليمين وعلى الجهة الثانية عليه 2 طن 2 طن يعني عليه 4 طن لما بتوزع على أريا أكبر الكونتاكت أريا بتكون أكثر لما بيكون عندنا أربع عجال غير لما يكون عندنا عجلتين فبالتالي بحط أنا الضغط بالهواء أقل في داخل العجل والكونتاكت بريشر على البيفمنت بيكون عندنا أقل احنا بنعمل إذن لنفس اللود لكن لما انا ممكن يكون عندي مش نفس اللود يعني هون لود اكثر هون اقل بيختلف لك لنفس اللود طبعا لما بكثر عدد عجال بيكون عندنا الستريس الضغط على وجه البيبمنت بيكون عندنا اقل تمام وصلت الصوره اديب تمام اوكي شكرا لك طب هيك بدنا ننتقل للسكشن الثالث والاخير باذن الله نحاول نخلصه بشكل هيك مستعجل بدنا نتطلع الان على السكشن الأخير اللي هو بعطينا نبذة عن الهايوي لوكيشن الهايوي لوكيشن كيف إحنا بنختار مسار الطريق بدنا نصمم طريق بين نقطة ألف ونقطة باء شايفين الشكل اللي عندنا هون قلنا جنين
نابلس بدنا نقول ليش عند طوباس. هلا احنا بين جنين ونابلس في عنا نيو رود، هذا الحكي كان سنة 99 اشتغلنا هذا المشروع. فأنا بدي أشوف وين ممكن يمر بكوريدور معين المسار اللي أنا بدي إياه. فينا هون أربع بدائل مثلا، البديل اللي باللون الأزرق وبديل باللون الأصفر وبتفرع منه واحد في البرتقالي وواحد تاني متفرع بين تنين منهم باللون تمونت الفوشي هذا ولا إيش، مهم صفة بدكم. طيب نرجع لورا شوي، إذا أنا بدي أختار الآن، بدي أنا أطلع how I can locate how I can select المسار اللي أنا بدي أختاره مشان أعمل طريق جديد. هلأ ربما هذا بيختلف داخل المدينة، المدينة almost في مخطط هيكلي، لازم مخطط الهيكل اللي بيعملوه المخططين، وأنت الحمد لله أنا مبسوط أنكم في مخططين عم بدرسوا معنا تخطيط الطرق والطرق وتصميم الطرق، طلاب ماجستير. فبالتالي التخطيط حقيقة لما أنا بدي أعمل تخطيط للطرق واللاند يوز يفترض كمخطط أطلع على الميول وأطلع على الأشياء الثانية، مشان المسير في مخطط هيكلي بكرة أصمم الشارع على مخطط هيكلي لازم يكون مناسب ميوله وعرضه والكيرفتشر تبعه وإلى آخره، كل الأشياء اللي أنا بدي أصمم بلان عليها. أوكي، الرودوي إليمنتس كيرفتشر الجريد إلى آخره مفروض كلها تعمل بلند with each other to produce the system that provides easy traffic flow conditions. الكاباسيتي بدي أخذها في الاعتبار، consideration للديزاين كريتيريا اللي حكينا فيها بالأشياء في السكشن اللي قبله مع safety standards. الهايوي should also cause the minimal disruption، أقل ما يمكن من التأثير على الانفيرومنت وعلى الهيستوريك والاركيولوجيكال سايتس وعلى land uses المهمة مثل المناطق الزراعية الحساسة وإلى آخره وإلى آخره إلى آخره. لما أنا بدي أعمل location أو أختار location للهايوي بمر في أربع مراحل. المرحلة الأولى بعمل دراسة للأفيلابل انفورميشن، تنين بعمل مسح استكشافي أولي، ثلاثة بعمل preliminary location survey العملية الدراسات المسحية مش الاستكشافية صارت عن الأولية، وتنين أو أربعة بعمل أنا الفاينل location survey. خلينا نمر عليهم واحدة واحدة ونشوف شو ممكن نعمل. في دراستنا للOffice Study of Existing Information بدي أجمع معلومات أساسية، ببدأ أطلع على الأفيلابل مابس اللي موجود عندي، ببدأ أطلع على الصور الجوية اللي موجودة عندي، ممكن أعمل زيارات ميدانية، ممكن أطلع على فحوصات التربة اللي انعملت في المنطقة بشكل عام، على المنطقة الزلزالية أو الخرائط الزلزالية موجودة عندنا. بدي أتجنب المناطق اللي فيها مناطق رخوة، ممكن لما بنشئ طريق زي على طريق البادان على سبيل المثال أتجنب المناطق اللي فيها مشاكل في هذا الاتجاه. بدأ أطلع على land use، وين المناطق عالية القيمة الزراعية، وين مناطق الغابات، وين كذا وين كذا. بدأ أطلع على الخرائط، لو عندي معلومات عن الفوليوم of traffic اللي بمر بين نابلس وجنين مثلا أو نابلس وطوباس أو كذا، برضو بهمني أجمع هاي المعلومات. من الأشياء اللي كتير مهمة إلنا اللي إحنا شايفينها عندنا هون، لو رحتوا في عنا في الموديل في عنا نفس هذا الشكل لكن معمول بشكل تقدر تطلع على اللايرز اللي موجودة عندنا هون. فيش عندي وقت أن أحط لكم اللايرز وأشوفها هون، ولكن بإمكاننا نحط لايرز. اللي درس GIS أو بعرف GIS جماعة عين التخطيط ما شاء الله عليكم شاطرين في الشغلات هاي، نحط اللاير الأولى مثلاً التوبوغرافي، الثاني اللاند يوز، الثلاثة الميول، الرابعة مش عارف شبكات الطرق، الخامسة كذا. بعدين أنا بختار المنطقة الأنسب، بحط كريتيريا معينة، وهذه الكريتيريا بتقول لي this is مثلاً the most desirable، لأنه بالنسبة للسيربس إليفيشنز سهلة نوعاً ما، existing road widths في عنا road widths بدي أشبك معها، في عنا conservation areas مناطق الحفاظ المعماري لا مش كتير موجودة في المنطقة، هي موجودة على الأطراف عند الغابات، ولا هون في عنا غابة أو عنا هون كذا. طبعاً كل ما كان عنا اللون bold أكثر بكون less desirable، كل ما كان عندنا أفتح بكون more desirable بكون مفضل أكثر. وين في عندنا urban areas بدي أخدمها بس ما بدي أخش فيها، بس بدي أخدمها بدي أكون جنبها وهكذا. فأنا بختار بعمل layers معينة. زميلنا الدكتور عماد دواس حقيقة اللي الآن دكتور في قسم التخطيط لما عمل سيلف ماجستير نفتخر ما شاء الله فيه، كان عمل سيرش يوزنج جي اس وين افضل مكان الشارع يمشي فيه، واخذ جزء من مقطع طريق نابلس جنين من نابلس لطوباس وعمل عليه الدراسات والتطبيق رسالته الماجستير شيء من اكثر من 15 سنه ولا شيء من هذا القبيل. يعني بمعنى انه انا بختار او بعمل دراسه على المعلومات اللي موجوده. المعلومات ممكن يكون بعضها انجينيرينج زي التوبوغرافي جيولوجي كلايمت ترافيك فوليوم، بعضها ممكن يكون سوشيال وديموغرافيك انكلودينج لاند يوز زونينج الى اخره، بعضها ممكن يكون انفايرومنتال العلاقه بالوايلد لايف الحياه البريه،
مناطق ال شمت الهواء ريكريشنال او الـ يعني التنزه الهيستوريك ارياز، المناطق اللي تتاثر من ناحيه الاير النويز الووتر بوليوشن، النواحي الاقتصاديه اليونت كوست قديش بكلفني اعمل انا كل حفر مثل مكعب في الشارع الى اخره، او يونت برايس لتعبيد الشارع الى اخره. في نهايه هاي المرحله بحدد منطقه زي اللي انا حددتها قبل، بحدد اريا عامه بقول هون لازم اعملها بتفصيل اكثر دراستي مشان احدد ضمن هذه الاريا وين ممكن يكون عندنا المسار. لو طلعنا على طريق نابل الجنين بنحكي على الاريا الحمراء، هي المخرج كان، شفت الاريا اللي باوندد باي ذا ريد، هاي المخرج تبع المرحله الاولى اللي بتقولنا اهتم اكثر في هاي المرحله. ما بدنا نروح على طريق نابلس مثلا دير شرف من هناك لانه فينا مناطق مكتظه وعندنا توبوغرافي سيئه او عندنا كذا، لا مش مناسب. الافضل من ناحيه سهوله الحركه وتوزيع المناطق وناخذ مناطق جديده، وفي بوتنشل زراعي والله في منطقه طوباس مشان ناخذها في الاعتبار في المستقبل، خلينا نطور مسار جديد في الجهه الشرقيه وليس في الجهه الغربيه على سبيل المثال. اوكي، نيجي على المرحله الثانيه. الاريا اللي شفناها مظلله بالاحمر، I need to identify within this area feasible routes، وكل روت تكون موجوده within a band of a limited width of a few hundred meters. منفضل يكون حوالي كيلو الى 500 متر كل باند. يعني اخترنا هون باندز اربعه، شفتوها الباندز الاربعه اللي حكينا عليها قبل شوي، كل شريحه من الشرائح مثلا الشريحه الكحليه هاي تقريبا عرضها ممكن يكون شوي في الاول قليل حوالي 400-500 متر في منطقه نابلس، انه انحشرنا فوق المساكن الشعبيه وتحت عصيره، في عندنا بس باند صغيره شوي لكل تقريبا الالترناتيف، ما في عندنا مجال الا بس من هون، لانه بس ندخل نعمل الشارع والله بطلع من هون على قمه الجبل عند عصيره بعدين بمشي، لانه الميول كثير حاده، بدنا ميول مقبوله او معقوله. هلا في ضمن هذه الباند شو بنعمل؟ بنعمل المسار الاولي. شايفين المسار الاولي هو المسار المتعرج بالكحلي، هذا المسار المتعرج بالكحلي اللي منه بختار الباند، او من الباند بختار المسار، هي هي قضيه متشابكه، بختار الباند مع مسار اولي في داخل هذا الباند. اذا انا صار عندي اربع مسارات مختلفه لاربع باندز مختلفه. اذا هذا المخرج تبع هذا الشيء. اذا انا I need to على اي اساس انا بختار هذه الباندز؟ اطلع على الاريال فوتوغرافي الموجوده عندنا، المسح الاستكشافي، ممكن يكون فرق تشتغل، لكن اليوم كل هذا الحكي بالاريال فوتوغرامتري بامكاني اطلع او يكون عندي معلومات لاختيار هذه الباندز. اختياري للباندز بيكون على اي اساس؟ على اساس الترين والسول كونديشن، يعني بدي اطلع الميول تكون مقبوله، ما بدي اختار زي ما حكينا ميول كثير حاده مشان اعمل كت وفي المناسب. بدي انا افكر وين الطريق بده يخدم؟ بده يخدم والله منطقه البادان، لانه في منطقه عندنا فيها غابات، فيها منطقه ريكريشنال اريا، في عندنا كذا، لكن بديش اقرب كثير عليها. وين في عندنا بوبوليشن اريا؟ في عندنا طوباس بلد محترمه موجود على الطريق بين نابلس وجنين، وبالتالي احنا شو لازم نعمل؟ بدنا نقرب عليها، لكن ما بدنا ندخل في نص طوباس زي الطريق الحاليه. في عندنا والله قباطيا، بدنا ندخل جنب اذا بدي احد. بعدين اندستريال اريا، في عندنا مناطق محاجر في قباطيا، اكيد هذه المحاجر مش بس على مستوى قباطيا، تنقل فيها الترافيك على المستوى الوطني وعلى الاردن بنصدر وعلى دول الخليج والى اخره، فبالتالي بدي انا المناطق الصناعيه والمناطق الزراعيه بدي اكون قريب منها عشان اعمل سيرفيسيبيليتي لها. فانا بدي اختار الباندز مشان اقول مره بدي والله اقرب على مثلي اكثر، لانه والله المنطقه دي فيها زراعه اكثر اخذ الزراعه، وبديل ثاني والله بدي اخذ المنطقه الشرقيه اكثر لانه والله الزراعه هناك بوتنشال اعلى، او بدي اروح جهه قباطي اكثر لانه في عندنا صناعه الحجر اعلى. العلاقه مع الاذر ترانسبورتيشن فاسيلتيز، وين عندنا الكونكشنز المتوقعه او الموجوده حاليا مع مرافق النقل والمواصلات اللي بدنا نشوفها. الدايركتنس اوف ذا روت، هذا كثير مهم. ايش يعني الدايركتنس اوف ذا روت؟ قديش قدر الامكان الطريق شبه مستقيم، يعني ما بدي الشارع يضل متعرج كثير كثير كثير، يعني اوكي بيكون متعرج. في احنا شيء معامل بنسميه اكسسبيليتي اندكس، قديش التعرج مقارنه في الاير لاين، هذا نستخدمه في بعض الدراسات لما نعمل احنا دراسات مروريه. فبالتالي احنا بهمنا الطريق يكون بقدر الامكان مش كثير كثير متعرج، خاصه لما نحكي عن طريق زي هذا، طريق رئيسي، طريق كبير، كذا 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 الى اخره. اوكي، اذا هذه اربع اشياء باخذها في الاعتبار منشان احدد الفيزبل روت الموجود في كل باند من الباندز الاربعه. ليش حكينا عن اربعه؟ عاده انا باخذ ثلاث بدائل، ممكن يكونوا اربعه، ممكن يكونوا خمسه، ممكن يكونوا ثلاثه والى اخره. لما عملنا الكوريدور بين الضفه وغزه بدينا احنا
بجوز اكثر شويه من 13 14 توصلناهم ل 11 توصلناهم لتسع بدائل بعدين اخترنا من التسعه بجوز ثلاث اربع بدائل ركزت عليهم بعدين اخترنا بديل واحد منهم. اذا انا بدي يكون من الاريا كلياتها ابدا اقلل شوي بالبدائل اللي عندي واقارن بين البدائل مشان اختار في المرحله اللي بعد هاي البديل الامثل. لكن المرحله هاي الريكونيسانس سيرفي مخرجاتها اربع بدائل فيزبل. شو معنات كلمه فيزبل؟ شو معنات فيزبل؟ ممكنه ذات جدوى، ذات جدوى فنيه وذات جدوى عمليه. خلينا بعدين نقارن اسس الجدوى اللي احنا بنحكي عليها. اذا الفيزبل روتس هاي بتكون ايدنتيفايد اند ذن بلوتد اون ذا فوتوغرامتريك بيز مابس زي اللي احنا شايفينه هون. تمام، هالمرحله الثانيه. هلا المرحله الثالثه بدي ابدا اعمل مقارنات بين كل وحده من هذه البدائل الثلاثه او الاربعه او الخمسه او العشره اللي موجوده عندنا. اذا ننتقل الان للمرحله الثالثه وهي البريليمينري location survey. The position of the feasible routes are set as closely as possible by establishing the control points and to determine the preliminary and vertical and horizontal alignment. المسارات اللي احنا حكينا فيها بدي اعملها تصميم اولي اولي جدا جدا منشان بناء عليها اقرر شو ممكن يكون كلفة انشاء الشارع بشكل اولي جدا. بعمل preliminary design على اساس عندنا preliminary location survey وبرضه باخذ مرات من صور جويه او من الواقع بنزل فرق ميدانيه على الواقع تمن عمليات مساحه في الميدان. اذا انا بدي اعمل تصميم اولي. التصميم الاولي هذا بدي يكون ايش؟ بدي يكون في كت وفل، في عندنا كيرفات، تصميم اولي بشكل كثير كنا كميات، وبالتالي بنستطيع نعمل دراسه للكلفه مشان نعمل ايكونوميك ايفالويشن. اذا انا بدي اشوف انا قديش الكلفه. الكلفه جزء كبير من الكلفه عباره عن ايش؟ الكونستراكشن كوست. الكونستراكشن كوست كثير كثير مهمه، لكن الكونستراكشن كوست مش بس هي العامل الوحيد المهم. في شيء ثاني بنسميه المينتنس كوست، يعني الشارع بعد ما ينشا الان كل سنه من السنوات القادمه جزء اول سنه بيكون حاجه المينتنس اقل شوي، السنه الثانيه اعلى شوي، السنه الثالثه اعلى واعلى. والاوبريشنال كوست يعني في عندي حدا بضل يعمل تشغيل يتاكد الاشارات شغاله يتاكد ان الماركينج صحيح كذا، هذا بنسميه اوبريشن اند مينتيننس كوست. في عندنا كمان الرود يوزر كوست. ايش مين هم الرود يوزرز؟ يعني وانت وهو وهي والى اخره بنمشي بالشارع، في عندنا رود يوزر، في عندنا كلفه وقود. هلا في فرق ما بين شارع ميله سهل او ميوله بسيطه او الكيرفشر محدود، وبالتالي بيكون عندنا الكلفه التشغيليه لليوزر منخفضه، اما لما يكون عندنا ميول كبيره بيكون كلفته التشغيليه عاليه. فالجزء من الكلفه الاجماليه للمشروع مش بس كلفه الانشاء والمينتنس، كمان الكلفه علينا احنا كمستخدمين. هذا الحكي بناخذه ايضا بعين الاعتبار. بالمقابل في عندنا فوائد للشارع. مثل ايش فوائد الشارع؟ تقلل الزمن وتقلل كلفة الوقود وتقلل كذا، وتعمل الديفلوبمنت في منطقة ما كانش مفتوحة، في منطقة شمطوباس، في مناطق زراعية كتير مهمة. بدنا نعمل تطوير زراعي هنا، بدنا نعمل تطوير صناعي في قباطية، بدنا نعمل كذا. في لها فوائد الشوارع هاي. إذا أنا بدي أحسب الفوائد، يعني أنا لما بختصر الطريق اللي احنا صممناه 29 كيلو بين نابلس وجنين، هذا اللي بنطلع منه هلأ بالنتيجة. ال 29 كيلو هدول بالشارع السريع اللي سرعته 80 كيلومتر في الساعة 25 دقيقة بكون واصل، مقارنة بالآن بكم؟ 50 دقيقة. يعني بختصر لكل واحد بده يطلع برنامج جنين نصف الوقت. طب مش الوقت له قيمة كمان؟ أنا بدي أترجم قيمة الوقت هذا إلى كلفة. الوقود، بدل ما أنا أستهلك وقود أضلني ماشي داخل القرى وسيلة الظهر ودير شرف وقباطية ومش عارف كل الشغلات هاي، لا، بدي أمشي بطريق ما فيش فيه توقفات كثيرة، في ميول مقبول، فيش في عندي كثير صعود للشاحنات غير الشاحنات، بكون كلفة كبنفيت من ناحية الفيول كوست بيكون قليلة. وهكذا بدي أحسب كل الكلف وكل الفوائد، بعدين بدي أعمل شيء بنسميه إيش بالاقتصاد؟ بنفيت كوست ريشيو. إيش بنفيت كوست ريشيو؟ مقارنة مجموع البنفيتس بمجموع الكلف منشان يكون الشارع فيزبل من ناحية ايكونوميكال. لازم يكون مين أعلى؟ مجموع البنفيتس. والبنفيتس مش لسنة وسنتين، على مدى الديزاين بيريود، مدى العشرين سنة القادمة قديش عندي مجموع بنفيتس وقديش عندي مجموع كوستس، جزء منها الكونستراكشن كوست والى اخره الاشياء كلها اللي حكيناها. اذا انا بدي اعمل مقارنه من ناحيه كلفه بين الخيار الاول والخيار الثاني والخيار الثالث والخيار الرابع مشان اقول بالنهايه ان هذا الخيار هو الامثل اللي انا بدي اختاره. لكن هل بس المقارنه بتكون بس على اساس اقتصادي؟ والمخططين نسمع المخططين هلا. تفضل يا سائد، شفاء حكت قبل شوي.
بس بنختار احنا المسار على اساس اقتصادي، ولا عندكم انتم اشياء اخرى؟ اغششك اقول باللاند يوز انفايرمنت والسوشيال شيء. صحيح دكتور، اساس اقتصادي واجتماعي وفني اكبر. اقتصادي حكينا فيه، لكن في اثار اخرى اجتماعيه وبيئيه والى اخره. اذا بدنا نروح على انا مش شايل قضيه، انا اول ما اتصلت انت نفرت جبالي واحد ثاني. ايوه الشباب حطوني ميوت عندكم، مين اللي بحكي لنا؟ سائد بعدين تحط لنا ميوت. ايوه خلص شكرا. اذا عندنا انفايرمنتال ايفالويشن، بدي اطلع على العوامل البيئيه اللي كثير مهمه، لها علاقه بالهيومن، لانه اهم شيء عنصر في البيئه للبني ادم. مرات احنا بننسى نفكر البيئه بس ايش نباتات وحيوانات، ولا لا الانسان، الهيومن اسبيكت، البلانتس والانيمال الى اخره، والفيزيكال والناتشرال التوبوغرافي وكل الاشياء والغابات والمان ميد فاريبلز مثل العمارات وكذا. ذس از بارت اوف ذا انفايرمنت، البيلت انفايرمنت. فبالتالي بننتبه على الاشياء كلها ونشوف، ما بدنا نخرب، ما بدنا نهدم عمارات، ما بدنا نعمل كذا، ما بدنا نهدم بيوت قدر الامكان، ما بدنا نهدم مصالح، بدناش احنا نعمل تاثيرات سلبيه على شبكه الكهرباء اللي بتخدم منطقه معينه، لان الشارع بيقطع المنطقه ببطل يصير في، نفترض يعني فيش كونكتيفيتي بين منطقه ومنطقه من ناحيه خدمات. اذا فينا السستينابيلتي، هذا مهم كثير. في عندنا دراسات وابحاث وقضايا متعلقه بالسستينابيلتي اوف ذا communities, the environmental sustainability كتير مهمة. بدنا بالنهاية نقول ما هي التأثيرات البيئية المحتملة وكيفية التعامل معها. يعني مش بس أقول والله في تأثير بيئي سلبي وظل ساكت، لا، إذا كان هذا التأثير البيئي irreversible، يعني مش ممكن أني أغير التأثير البيئي السلبي، مش ممكن أنه يكون عندي تأثير بيئي سلبي وظل ساكت، بدي أحاول قدر الإمكان أعمل mitigation measures، أعمل أساليب لمعالجة هذه الآثار البيئية السلبية. وبالتالي لما بيكون عندي مثل هاي المعالجة بيكون عندنا الطريق بيتر من ناحية evaluation للبيئة. لكن إذا كان عندنا زي ما شفنا هون بعضها irretrievable وبعضها irreversible، يعني effects مثل resources، مثل التأثيرات اللي مش ممكن، يعني إذا بدي أعمل cut في شارع معين أو بدي أخرب بمنطقة مبنية أو زراعية، لا أحيانا المنطقة الزراعية بقول والله بدي أخرب وفي أشجار زيتون، بنقلها أشجار زيتون إلى منطقة أخرى، هذا جزء من mitigation measures. لو عندي غابات بدي أتجنب الغابات، إلا بدي أعمل غابة بديلة، صعب أعمل غابة بديلة بدل غابة بدي أمشي فيها، وهكذا. بالنهاية بدنا إحنا نطلع على the best alternative based on the above evaluation، سواء كان هذا evaluation كان economical أو كان عندنا environmental. هلأ كيف بدنا نجمع بين الاثنين، بين environmental؟ مرات تكون في تضارب بين الاثنين، بيكون أنسب طريق والله هاي لأنها أقل طريق، لكن لما بدي أخذ أقل طريق والله بتمر لأنها أقرب طريق، بتمر في غابة، بدي أتجنب الغابة، ببطل يصير environment، ببطل يصير economically feasible. شو بدنا نعمل في الحالة هاي؟ مرات بنحط إحنا minimum requirements من ناحية environment، لازم نحققها، مش لازم أعمل 1 2 3 4 بعدين بطلع على النواحي الأخرى الإيكونوميكال. مرات بعمل أنا ملتي كرايتيريا، بحط هاي وهاي 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 وبعطي كل واحدة منهم وزن وبعطي آلية معينة لآلية اختيار البديل الأمثل. تمام، خلصنا واخترنا البديل الأمثل، بعدين شو بنعمل؟ احنا كنا عاملين تصميم أول للمسار، نعمل الآن تصميم نهائي للمسار. بنزل فرق مساحية بشكل دقيق، بيمسحوا لي الطريق كلها، بعمل دراسة مفصلة عن الطريق، هذه داخل شوي في هيك، ننزلها تحت شوي مشان نشوف كلمة الرود بشكل أفضل، أصغر لكم هذه هيك شوي هيك، أوكي تمام؟ أوكي. أوكي، إذاً إحنا بنحكي عن تصميم مفصل للطريق. التصميم التفصيلي معناه بدي أعمل detailed design بالhorizontal alignment، بالvertical alignment، شفت كيف الvertical alignment؟ بدنا نعمل فيه إن مناطق جبلية، بدنا نحاول نختار الـ upgrade والdowngrade والvertical curve او عيدنا شمال الhorizontal curve، او اعمل modeling مرات اعمل 3D في ان البرامج civil 3D اللي بدرس عنها هلا ماجستير، عم نعلمهم على كيفيه تصميم الطرق، حنبدا معهم ابتداء من هذا الاسبوع، حتى لو كان يوم جمعه بالمناسبه حيشتغلوا الساعه 7 مساء يوم جمعه، يشتغلوا الديزاين تبع الطرق ويتعلموا عليه الى اخره الى اخره. وكذلك اللي بياخذ عنا الادفانسد رود ديزاينز الكتيف كورس بنعلمه بنعطيه شهاده كمان انه انت تعلمت على برنامج السيفل 3D تبع التصميم، اللي من خلاله كمان بشوف انا ال 3D، بشوف انا الشارع امامي كانه منفذ الان زي ما احنا شايفين الان بالضبط عندنا في الشكل هذا الاوسط. كنا كمبيوتر بيست تكنيكس ذات انيبل ذا درايفرز اي فيو الاينمنت اوف ذا رود، بشوف
بشوف الالاينمنت اوف ذا رود بشكل او باخر. الترايل اند ايرور بروسيجر هو اللي احنا بنعمله منشان نختار المسار الديتيل، يعني بجرب الميل هذا، بجرب الكلب الشر اول، بجرب الريدس يكون كذا، لا بقلل اكثر بزيد اكثر، بشوف الميل احسن. يعني انا بدي اعمل بدائل مختلفه منشان بدائل مختلفه لنفس الالاينمنت، يعني الميل يعني اوكي بجوز الكيرف الشر هذا ازيده شوي اقلله شوي، بعمل ريفاينمنت. ترايل اند ايرور دائما كثير مهم، ترايل اند ايرور يعني الشيء لازم الواحد يجرب يضل الاشياء، ما يضل بذهنه شيء معين مشان بالنهايه يوصل للي هو بده اياه. اوكي هلا خلصنا وعرفنا كيف نختار مسار الطريق وين في مناطق خارجيه، بنحكي هلا على مناطق داخل حدود المدن والتجمعات. ايش اللي ممكن نختلف اختيار مسار طريق جديد بدي اعمله انا في داخل مدينه مقارنه في شارع حكينا كل هالمراحل السابقه في خارج المدينه؟ في الاربن اريا يوجوالي it is a more complex situation that must be considered in the highway location process. لانه في عندنا فاكتورز اخرى غير الفاكتورز اللي حكينا عليها قبل شوي. يعني معظم الفاكتورز السابقه بتضل عندنا valid. التوبوغرافي بضل عندنا مهم، والسول بضل عندنا مهم، وبضل عندنا مهم وين الديفلوبمنت موجوده وشو بدي اخدم هون اخدم هناك. ولكن في عندنا existing physical urban plans، يعني في عندنا خطط مخططات هيكليه يجب علي شو اعمل احترمها. الا اذا انا بدي اعمل والله يا عم المخططين، لما احنا شفنا مثلا في طباطي لما عملنا مخطط هيكلي شيء من 10 سنوات الاكثر والاقل، وجدنا انه اللي عمل المخطط السابق ما اخذ بالاعتبار 3D، يعني كانه شاف امامه قباطيه كانه بلان. بعض المخططين هيك بيعملوا، بحط بلان امامه فكر انه 2D، بيجي برسم شبكه شوارع من احلى ما يمكن، لكن اطلع على الارتفاعات والميول والجبال بيطلع بعض الشوارع 40-50%. اضطرينا نعمل هذا اول ابو جديد كله. قلنا لهم يا عمي شكرا يعطيكم العافيه، عملتوه انتم من اول لعند هون، المنطقه صارت مبنيه ومفتوحه، اوكي منطقه جديده بدنا نعيد هيكلتها كلها. فالاكزيستنج بلان ناخذها بالاعتبار حيث ما يمكن، لكن حيث ما لا يمكن بدنا نعيد ونعمل مخطط تفصيل تعديل تفصيلي. كونكشن تو لوكال رود، في عندنا تقاطعات بدي اخذها في الاعتبار، بدايه الشارع هذا ونهايته والتقاطعات اللي فيه بدي اخذها في الاعتبار، لانه هذه الكونكشنز بتكون كنترول بوينتس. لازم لما بدي اصمم طريق بين الف وباء وبتقاطع مع او اعيد تصميم بتقاطع مع 3-4 شوارع، نقاط الالتقاء اخذها بالاعتبار لانها بتشكل لي نقاط كنترول، نقاط ضبط، نقاط مهمه اطلع عليها كارتفاعات كميول كزوايا. الرايت اوف واي اكويزيشن في داخل المدينه، لما انا بدي اخذ مثلا شفتوا الشوارع اللي شفناها قبل شوي، الشارع هذا منشان اعمله انا مضطر بدي اعمل كت وفيل. الكت والفيل مرات انا بدي اخذ حيز اكثر من مجرد الحيز المطلوب للشارع، لانه في عندنا منطقه قطع او ردم. هلا في داخل المدينه والله لما بدي اخذ قطع وردم كثير، معنى ذلك شو بدي اعمل؟ بدي استملك كثير، كلفه الاستملاك داخل المدينه قديش بتكون كثير مرتفعه. اذا شو ممكن نعمل؟ نضطر نعمل جدران استناديه او نغير المسار شويه مشان يكون عندنا ايش؟ يكون عندنا كلفه الاستملاك قليله. اذا الرايت اوف واي اكويزيشن، كلفه استملاك حرم الطريق بتكون ماخوذه بعين الاعتبار. بدي اعمل كوردينيشن مع الاذر هاي واي او ترانسبورتيشن سيستمز اللي ممكن تكون موجوده عندنا. بدنا نطلع كمان على البروفيجن اوف بيدستريان فاسيليتيز في المدينه. كان دائما ايش؟ مشاه. هلا اليوم بدنا نحكي عن جنب الجامعه، الجامعه مشكوره متبرعه، هذا كان بدعم يعني تشجيع مني انا شخصيا، وكنت هذا الحكي طارحه من لما انشئ الشارع عند الجامعه. يعني ما بصير يكون لنا عرض السايد ووك مترين، بدنا نضيف عليه تقريبا متر ونص الان ونقتطع من هذا. اذا موضوع المشاه وحركه المشاه مهم كثير مشان احنا نصمم ونعتبر اللوكيشن اوف ذا هاي واي، لانه في عندي حيز بدي اخذه للمشاه، بدي اعتبر الحيز تبع المشاه. اذا ما اخذتوش في التصميم الاولي مشان اخذ الرايت اوف واي بشكله الصحيح، بدي اضطر اخذه بعدين، اخذه حتى اقتطعه مثلا من الترافيك لينز وهكذا. اذا باللوكيشن اوف ذا هاي واي الحيز المطلوب اللي بدي اخذ بالاعتبار في انشاء مرافق خاصه بالمشاه. اذا هذا اللي بيميز اختيار مسار الطريق في المنطقه الحضريه من اختيار مسار الطريق في المنطقة اللي خارج إطار المنطقة الحضرية. الباركينج واحدة من الأشياء الكتير مهمة، الباركينج كمان. لما أنا بحكي عن الديزاين أو الكونسيدريشنز أوف ذا هاي واي سيستم وذ أذر ترانسبورتيز، مثل لو كان عندي مرافق أخرى مثل الترام مثل كذا إلى آخره في نابلس في تفكيفي، لكن كمان الباركينج. في حدا ممكن يذكرنا قلنا الباركينج، وهذا كتير مهم ناخذه بعين الاعتبار أيضا في المنطقة الحضرية. آخر بجوز سلايد ناخذها بشكل سريع بعدين نحكي شوي على الامتحان. اخر سلايدين ثلاثه خلصنا تقريبا، بنحكي على
إعداد المخططات. ما دام إحنا حكينا على اللوكيشن وحددناه بشكله النهائي، بدنا نعمل مخططات تفصيلية. فاينل لوكيشن بدنا نحطها على تصوير جوي، على خرائط مساحية بتقول لي هون الهوريزونتال ألاينمنت، هيك الكيرب الأول، مواصفاته كذا وكذا. بنحط على الفيرتيكال ألاينمنت مال البروفايلات، بتقول لي هيك الميل بيساوي كذا، الميل الآخر بيكون كذا، الفيرتيكال كيرف كذا وكذا. بنعمل مقاطع عرضية بتفرجينا قديش عنا عرض اللين وعرض الشولدر أو كتف الطريق، أو عنا عرض السايد ووك أو عرض الميديان الجزيرة الوسطى. كل هذه الأشياء بعمل أنا بلانز فيها، فينا هوريزونتال بلانز، فينا فيرتيكال بلانز، وفينا كمان كروس سكشنز، وفي عنا ديتيلد بلانز. قديش عاده بيكون عندنا سكيل تبع هذه البلانز؟ احنا عاده بنحب انه يكون عندنا في الهوريزونتال الاينمنت اللي بنعمله احنا في شغل الهندسي في المكاتب هذا 1 إلى 1000. يعني كل قديش 1 إلى 1000؟ كل سنتي عن 1000 سنتي، مش هيك؟ يعني كل سنتي عن كم؟ عن 10 متر، لما بقيس سنتي على البلان. أو مرات بعمل شوية أوضح، 1 إلى 500. طب الفيرتيكال، الفيرتيكال بنعمله أضعاف الهوريزنتال مشان يبين عندنا. لو عملته يعني نفس سكيل 1 إلى 1000 و1 إلى 1000 الفيرتيكال، ما بميز الميول ارتفاعات. فأنا بعمل عادة الهوريزنتال مثلاً 1 إلى 1000، الفيرتيكال بعمل 1 إلى 100. يعني كل سنتي بالفيرتيكال بيمثل لي متر، كل سنتي بالهوريزنتال بيمثل لي 10 متر. طب ممكن نعمل هيك؟ ممكن نعمل هيك. في الهيك نعمل بالفيرتيكال الاينمنت، لما بنعمل احنا بنرسم سكيل تبع البروفايلات، بناخذ يعني بالفيرتيكال الاينمنت او بالفيرتيكال دايركشن بالواي اكسس، بناخذ تقريبا 1 الى 100 او 1 الى 200 زي السطر الثاني اللي عندنا هون، بالمقارنه ب 1 الى 1000 او 1 الى 500 لما بنحكي على الهوريزونتال الاينمنت. واضح السكيلات اللي بتكون عندنا. السيرفينج اللي ممكن نعمله، حكينا كتير كلمة سيرفينج اليوم. الجراوند سيرفينج هي ربما الأفضل، لكن مرات كتير معتمد على التصوير الجوي. الآن كثير من السيرفير شو بيعملوا الآن؟ طيارات هاي صغيرة، بشوفوا الطيارات الصغيرة هذول اللي بيعملوهم درون هاي. حدا منكم بيشوف هاي الطيارات اللي بتعمل مساحة؟ بنطلعها وبطلعوها المساحين، بيصوروا من خلالها وبطلعوا الإليفيشنز وبرصدوا كل النقاط وبدقة كبيرة جدا جدا. هيك بتصور خلصنا الموضوع. إذا في حدا إله سؤال يتفضل، ما إله سؤال مشان نحكي كلمة واحدة عن الامتحان. إحنا بفروض بالمناسبة دائماً تشجعوا بعض يحضروا، في بعض الطلاب لا يكادوا إنهم حضروا من أول هذا، بتأمل إنه الكل يحضر. إحنا عندنا كويز رح يكون يوم السبت القادم إن شاء الله. عندنا كمان امتحان بده يكون تقريبا بعد اسبوعين من اليوم. مناسب نحكي عن اسبوعين من اليوم للامتحان، يعني شو بكون بالشهر؟ اليوم عندنا 5 و14 19، بيكون يوم الاثنين بعد. طبعا احنا ممكن نعمله في وقت اخر غير وقت المحاضره، ممكن نعمله شوي متاخر مسائي، نعمله الساعه 3 4 5، يكون كل مرتاح كذا، مش تنس، ما هذا مشغول بشغله، هذا مش عارف ايش الى اخره. مناسب لو عملناه يوم الاثنين، لانه طبعا لازم يكون قطعنا مشوار في الشابتر التالي، يعني بعد اسبوعين بيكون مناسب كتير، او قريب على الويك اند، يعني بنعمله على الاربعاء على الخميس مثلا. تحبوا الخميس بعد اسبوعين ويومين ثلاثة؟ ما عنديش مشكلة. مبدئيا نقول يوم الخميس مثلا. حدا بحب، حدا عنده، حدا حجز مواعيد؟ حد عندكم مواعيد امتحانات صارت ولا ما صارت لسه؟ لا لسه ما حدا حدد لسه. خلاص خلينا نقول احنا يوم الخميس، اذا بتحبوا الساعة مثلا نقول 5 أو 6 مساء يوم الخميس، وبنحكي لكم كيف اسلوب الامتحان ان شاء الله في اللقاءات القادمة. دكتور لا، لانه الخميس يعني بنوصل كثير متأخرين، بتعرف أزمة الطريق. يوم الاربعاء. اوكي الاربعاء منيح. الاربعاء الساعة 6 يا جماعة، لو قلنا هذه بنحكي احنا طبعا بدنا نشوف الشعب الثانية، بس مبدئيا احنا بنحكي عن يعني يوم اربعاء، ممكن يكون الثلاثاء او الاربعاء عشان يكون عندنا بدائل. الثلاثاء والاربعاء بعد اسبوعين من اليوم على الساعه 6 مساء، مناسب؟ تمام. طب يا ريت الكل بس ياخذ نوت عنده ان شاء الله، منشان يعني ان شاء الله تاخذ بعين الاعتبار. يعطيكم العافيه وشكرا لكم جميعا. دكتور اسالك الماده، يعني شو ايش الماده؟ الماده ايش مالها؟ يعني شو ماده الامتحان؟ ماده الامتحان راح نقطع فيها لعند تقريبا اخر محاضره قبيل الامتحان، يعني بدنا نقطع نص تقريبا الشابتر القادم تقريبا. بدنا نحكي على الكروس سكشن ديزاين، ونحكي على الهوريزونتال الاينمنت، مشان ندخل شويه اشياء عندنا بالحل من الشابتر اللي جاي. تمام.
تمام دكتور. دكتور يعني 20 أو 21 الشهر بيكون؟ إما بيكون 20 بعد 15 يوم أو 21 صحيح 100% 20 أو 21 نعم صحيح. نعم صحيح. دكتور بالنسبة لرابط الزوم لليوم. نعم. على طول أول بأول إحنا بننزلكم الرابط. للقاء اليوم تاع الستة. حطينا لكم إياه على مودل. حطينا لكم إياه على مودل بتحبوا أعطوني نص دقيقة أعطيني الثاني واحدة. هاي الزوم لينك هاي بحط لك إياه هلا بعمل لك شيرينج لإلها وتشوفوه بعد إذنكم أعطونا ستوب شير من هاي وخلينا أعطني لكم شير لهذا أعطيني لحظة واحدة بس. أوكي. لا مش هاي ليش طلعت أنا هاي أخشى إني مش فاتحه لازم يكون فاتحه اللينك خلي أعمل أفتحه مرة هاي الزوم لينك هاي أوكي هاي يا جماعة شايفينه الزوم لينك تبع اليوم بتأمل كلكم تحضروا إن شاء الله تعالى اللي عنده ظرف خاص زي ما حكت الأخت شفاء وطالب أو طالبة أخرى إنه بظرف خاص جولها بس بعدين ياريت تلحقونا فيه لأنه بجوز نضل ساعة ساعة ونص يعني طبعا مش نقعد كثير لكن يعني كان الكل يكون موجود معنا يكون اليوم الساعة 6 وهي عندنا اللينك موجود وعندنا الاي دي ميتنج اذا بتزمنا او الباس كود تمام ياريت تصوروها او شفتوها على المودل تاخذوها من المودل يعطيكم الف عافية شكرا لكم.